كيف علقت كييف على هذا الموضوع؟ نعم صراحة، هي بالفعل صفقة تمت بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي برعاية تركية، خاصة بعد تبادل أسرى روس وأوكران، على رأس الأسرى الروس التي سلمتهم السلطات الأوكرانية كان فيكتور ميدفوتشيك، وهو الصديق المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، وهو أيضا برلماني سابق. كذلك أوكرانيا استقبلت 215 أسيرا، معظمهم من الذين كانوا في مصنع أزوف استال، وكذلك أيضا تم إرسال 5 أسرى من قيادات كتيبة أزوف إلى تركيا، حيث قال الرئيس الأوكراني معقبا على هذه الصفقة بأنه انتصارا جديدا لأوكرانيا، خاصة بعد النجاحات التي قامت بها القوات الأوكرانية في المناطق الشرقية. يأتي أيضا ذلك بالتزامن مع تسليم القوات الانفصالية في إقليم دونيتسك 10 أسرى برعاية سعودية. كان من ضمن هؤلاء الأسرى 5 بريطانيين وأمريكيين وسويدي وكرواتي وأيضا مغربي. تأتي هذه التطورات في ظل الحديث أيضا عن التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الأوكراني، خاصة بعد مضي ما يقارب 7 أشهر على هذه الحرب الطويلة. هنالك عدة ملفات وعدة قضايا يمكن التحدث عليها تكونت خلال عدة أيام، أهمها أيضا ما تعلق في خلال 24 ساعة الماضية ما تعلق في استهداف، قال الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية الآن تعمل على استهداف مجمع تجاري في مدينة ميليتوبل، وهي مدينة تقع في مقاطعة زاباروجيا. قال الجيش الأوكراني بأن هجوما إرهابيا وقع في هذه المنطقة لحجة من الجانب الروسي، ربما لاتهام الجانب الأوكراني بتنفيذ هذه العملية. كذلك أيضا ووفقا للإدارة المحلية لمدينة دونيتسك، قالت بأن هجوما أيضا بالتزامن مع هجوم ميليتوبل وقع في مدينة دونيتسك، استهدف أيضا مجمعا تجاريا أصفر عن مقتل 5 أشخاص. الجانب الأوكراني يقول بأن الجيش الروسي يعمل على حجة ربما أو ذريعة لاتهام الجانب الأوكراني للدخول في معركة جديدة سوف يكون عنوانها هو الاستفتاءات والتعبئة الجزئية، وما سوف تؤول إليه الاستفتاءات، خاصة وأن سوف تبدأ الاستفتاءات في 23 من الشهر الحالي، أي غدا الجمعة، وسوف تستمر إلى يوم الثلاثاء القادم إلى 27 من فبراير. لكن الأنظار لحد هذه اللحظة تتجه إلى ما سوف تؤول إليه الأمور بعد 27 من هذا الشهر الحالي، خاصة بعدما تتم هذه الاستفتاءات وما سوف تلحقه من تعبئة في صفوف الجيش الروسي.